السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. إن شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف بإذن الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا جوج حسوات بالشعير، يعني كيجيو أروع من الروعة. وكان تحت طلب واحد الأخت اللي كانت طلبت مني حسوة ديال الشعير. صراحة هذا الوقت يعني ما كيصلحوا غير هاد الشيء، واد العشاء خفاف دافيين ويعني وصحيين بامتياز. أول حسوة غادي نشوفوه هي الحسوة ديال الشعير بالأعشاب، يعني بحبر شاد وبالحلبة. غادي نحتاج لها تقريبا هنا واحد 260 غرام ديال البلبولة او الشعير سميد ديال الشعير اللي بهذا الشكل. كنغسلوهم طبعا الحال حتى كيحيد منه داك التفاو وديك النخالة. وباش نسرعوا عملية الطهي، يعني بعد ما كنغسلوه كنوضعوه في طنجرة ديال الضغط وكنغمروه، يعني كنغمرو ديك البلبولة بالماء غليان واحد 2 لتر لهاد 260 غرام ديال البلبولة، 2 لتر حتى 2 لتر ونصف ديال الماء غليان صافي. وكنقفلوا عليه الطنجره وكنوضعوا الصفاره وكنخليوه. اذا كنا بغيناه لليل يعني غادي نوجدوا هذه العمليه في الصباح، واذا كنا بغيناه حتى لغد يعني غنوجدوها الليل ونخليوه حتى. وبهذه الطريقه يعني ديك البلبوله كترطاب وكيسهل الطهي ديالها وكتجي. وباش غادي نطيبوا هذه الحسوه ديالنا، غادي نحتاجوا لها معلقه صغيره ديال الكمون اللي تكون عامره، راس المعلقه ديال الفلفل الاسود، نص معلقه ديال الكرويه، واحد 2 فصوص ديال الثوم، ايضا معلقه صغيره ديال حبر شاد مغسول، معلقه صغيره ديال الحلبه مغسوله، واحد البصيله صغيره اولا نص بصله محكوكه، القياس ديال الملح تقريبا واحد 1/4 كأس ديال زيت الزيتون للطهي. يعني من بعد ما فتحت على الطنجره، كيف قلت انا ما خليتهاش وارتاحت بزاف، غير ساعتين ديال المكانه وفتحت عليها، ومع ذلك يعني البلبوله راه رطابت في داك الماء الغليان. غادي نضعوا ديك الحبه ديال البصل، كاين اللي ما كيبغيش البصله ما يضيفهاش، يكتفي غير بدوك 2 فصوص ديال الثوم، يعني كتعطيها البصله مع الثومه كتعطي واحد المذاق خاص، وكيجيو بجوج بهم صحيين ولاد، يعني خاصه في هذه الاجواء ديال البرد. وضعت التوابل حبر شاد والحلبه، هنا دوك 2 فصوص ديال الثوم دعكتهم، وغادي نوضعوا القياس ديال الملح، والملح دائما كيبقى حسب الذوق. غديروا معلقه صغيره ديال الملح وتقريبا واحد 1/4 كأس ديال زيت الزيتون صافي. وغادي نقفلوا الطنجره ديالنا وغادي نوضعوها على نار مهيله، يعني نوضعوها على النار غير تبدا تصفر لينا الطنجره، غادي نمهلوا النار ونخليوها تطيب على نار مهيله كيف كتعرفوا، يعني باش ما تفضلناش الحسوه. هنا ضفت لها واحد نصف لتر زياده ديال الماء، يعني 2 لتر ونصف لهاد الكميه تقريبا. خليتها واحد ساعه ديال المكانه على نار مهيله، ومن بعد ما فتحت عليها ضفت لها هاد الحليب، يعني بوريسيما. كيف ممكن ديروا اي نوع حليب نتوما كتبغيو، والكميه كتبقى حسب الرغبه ديالكم. وغادي نعاود نقفل عليها الطنجره وغادي نخليها تقريبا واحد 20 دقيقه زياده. كتشوفوا القوام ديالها، اذا كانت ثقيله راه غادي تزيدوا الماء غليان، واذا كانت خفيفه راه غادي تختروها. وهذه هي الحسوه ديالنا من بعد ما طابت، يعني كتجي شهوه معتبره غزاله كيف قلت، ودافيه وصحيه بامتياز لهذه الاجواء ديال البرد. كاضافه ممكن تضيف لها واحد الرشه ديال الزعتر هكذا من الفوق، وواحد شويه ديال زيت الزيتون، او لو واحد طريقه ديال الزبده بلديه، يعني الناس اذواق كل واحد يعني كيفاش يبغي ياكلها. وهذه هي الشهيوه الاولى او الحسوه الاولى ديال بلبوله الشعير بحبر شاد والحلبه، كتجي غزاله هاد الحسوه بالاعشاب، يعني كتجي رائعه ولذيذه. والحسوه الثانيه هي احرير بالشعير او الحريره الشعير، ايضا كتجي شهيوه معتبره وغزاله ودافيه ايضا، يعني من الشهيوات الدافيه لهاد الاجواء ديال البرد. يعني كل وحده عندها مذاق خاص. لهاد الحسوه ايضا غادي نحتاج واحد 260 غرام ديال الشعير بالبوله ديال الشعير، بطبيعه الحال منقيه، وغادي نغسلوها ايضا بالماء، يعني حتى كنحيدوا من هذاك التفاه وديك النخاله اللي كتكون فيها. وغادي نخليها مرطبه هكذا في كاسرول ايضا مع واحد شويه ديال الماء ونخليها مرطبه. للطهي ديالها غادي نحتاج، يعني من بعد ما رطبت لينا ديك البلبوله هي هادي، غادي نحتاج لها واحد البصله. هنا عندي بصله خضاريه، يعني حبه ديال البصل الخضاريه اللي قطعتها رقيق، واحد الفص كبير ديال الثوم، واحد معلقه صغيره ديال السمن، يعني السمن الحار، ايضا هنا واحد 3 الحبات ديال الطماطم
متوسطين او لجوج حبات كبار ديال الطماطم مبشورين. هنا عندي ايضا معلقه صغيره ديال حب رشاد ومعلقه كبيره ديال الحلبه، واحد زلافه صغيره تقريبا واحد 5 معالق كبار ديال العدس، واحد زلافه صغيره ديال الربيع، واحد شويه ديال الكرافس تقريبا 2 معالق كبار ديال الكرافس. في طنجره ديال الضغط اول شيء غادي نوضع هنا زيت الزيتون تقريبا واحد 1/4 كأس ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف ليه ايضا ديك الحبه ديال البصل مع هذاك الفص ديال الثوم، سواء يعني داك الفص ديال الثوم سواء تبشروه او لا اكتفيت انني نقطعه هكذا دوائر رقاق. ايضا غادي نضيف ديك الطماطم مع ديك المعلقه ديال السمن، غنضيف لهم هنا الكرافس تقريبا هنا راه واحد 2 معالق كبار ديال الكرافس عامرين، والربيع غادي ندير نفس الكميه في الاول والنصف غنخليها حتى التالي يعني حتى كتهدى ونخليها باش تبقى بديك الطيبه ديال الربيع في التالي ديالها. صافي وغادي نحرك الطنجره وغادي نوضع على النار حتى يتشحروا لينا هاد الاقامه. يعني عادي نحركوهم على النار حتى يتشحروا لنا هاد القوام. وهنا بعد ما تشحروا غادي نضيف لهم داك العدس ديك زليفه صغيره ديال العدس، وايضا غادي نضيفوا ديك الحلبه وحب رشاد كيف ممكن ديروا حتى الفول يابس، يعني انا ما كانش متوفر عندي يعني حتى الفول يابس كيمشي في هاد الوصفه تيجي بها غزال، وممكن حتى الحمص مرطاب. والقياس ديال الملح، ودائما الملح كيبقى حسب الذوق، يعني كنعملوا كميه واذا خاص غادي نضيفوا قياس معلقه يعني عامره ديال معلقه صغيره عامره ديال الملح. انا عملت فيها واحد نص معلقه ديال سكنجبير، راس المعلقه ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم بلدي، وممكن تضيفوا ليها حتى نص معلقه ديال الكرويه. صافي غادي نشحر هاد المكونات كاملين، وغادي نضيف ليهم ماء ساخن تقريبا واحد 2 لتر ونصف ديال الماء ساخن. وغادي نقفل الطنجره ديالي، وايضا غادي نخليها ريتما طيب لي ديك القطنيه يعني طيب داك الحلبه وهذا والعدس تقريبا واحد 35 ما بين 30 35 دقيقه. صافي ونفسنا الطنجره. صافي وعاد غادي نضيف ليها ديك البلبوله، وغادي نحرك يعني باش ما تكتلش هذا، ممكن تضيفوا لها ايضا معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، يعني اذا بغيتوها تجيكم يعني خاتره وهذا ممكن تضيفوا حتى معلقه صغيره ديال مركز الطماطم. انا في الاثناء ضفت داك المتبقي ديال الربيع ولو ما تصورش معايا. صافي وعاود قفلت الطنجره وخليتها تكمل الطهي ديالها تقريبا واحد ساعه ديال المكانه، يعني في المجموع ساعه ونصف الطهي ديالها على نار مهيله باش كطيب لنا على الخاطر. وهذه هي من بعد ما وجدات بطبيعه الحال كتذوقوها كتقادو الذوق، اذا خاص يعني شويه ديال الزيت راه غطيفوه اولا الملح اولا. وهذه هي الحريره اولا احرير بالشعير، يعني كتجي ايضا شهيوه غزاله معتبره صحيه ولذيذه وكتصلح لهاد الاجواء ديال البرد. هذا هو الشكل ديالها عن قرب.
وبهكذا حلقتنا ديال اليوم غادي تكون سالات. نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم يروقوكم، ينالوا استحسانكم ورضاكم، تجربوهم في بيوتكم وتاكلوهم ان شاء الله بالصحه والهنا. ونتمنى الاخت اللي كانت طلبت هاد الوصفه يعني تستافد منها جوج وصفات، لانهم عن جد تيجيو رائعين ولداد. شكرا للمتابعه، وانتظروني في الحلقه المقبله باذن الله.